commencer les officiers supérieurs, officiers subalternes, sous-officiers hommes de troupe. Donc, il y aura Dupat Samoun, Dupat, Dupat Saf, Junoud. شنقريحة اللي معاه خاينين وقياد عند ليبي بلون ويستعملوا في خطة ليبي بلون لخلق شرخ وعداوة بين الشعب الجزائري ومؤسسة الجيش. نهضر على المؤسسة بيان سور هما تاني هذاك الشماتة تاع زيتوت اللي تابع للطرق بيان سور مصلحة الطرق اللي ما عندناش جيش وقطر الشمايت اللي معاه تاني كيما حمار ديزا دي كومباني بون وخلينا ما نذكرهمش ما نهضر على الناس اللي شوية عندهم صيت بون فصح لما يهمونا له هما اللي يتبعوهم بس كلي يتبع حموزين بصح هذا كلمة حق. أولا الشرخ الأول يحبوا يعزلوا منطقة القبائل بالدستور الجديد اكسترا قلناها لكم من قبل يحوسوا يعطوها انفورم دوتونومي ويخلقوا مشكل وطني. لما الاتجاه يروح المشكل منطقة القبائل راح ينسوا منطقة الصحراء اللي هي فارغة من العدد السكاني حتى ما نحبوا نكوفريوها ما نقدروش لأن السكان فيها ما كانش كتير و 80% تاعهم أفارقة و 20% تاع ورق الباقي بكل سي دي كوبيرون تكنيك شي غور شي دي زالجيريان مي سو كونترا ما يحسوش رواحهم بلي راهم الناس الجنوب. داك واحد يقول لي واد سو في كومباني غردايه سا سي اكسيبسيونال و ميم واد سو ديجا غير المنطقه هذيك ديجا خاصه يعني لازمها فريمون يعني توعيه كبيره باسكو المنطقه هذيك تعتبر خط في الحدود الجزائريه. بون هذا مش موضوعنا هذا نحكيو عليه ربما في سيران في إطار الأمن والقومي ومثلت الدفاع. دونك ملخص القول وشي هو الأقدام البيضاء يعني الاستعمار الحديث في الجزائر للنيوكولون اللي عايشين في الجزائر شواكر الجزائر مع القياد نتاعهم شنقري هاي كومباني وتبون هذاك تنبون سيشنبات تبون ستنبوي ستنبوي تالي بيبلون تبون اللي يفهم الهضرة هذه تاع التسعينات يفهمها ستنبوي روح اقضي اقضي روح جيب الشراب جيب الشراب جيب النساء جيب النساء تبون سي ان بوي برك كيما يقولوا له يدير داير ما عنده سلطه على لي مينيستر لي مينيستر ما فاهمين فيها والو وما كانش حكومه تو سو باس دون لي كابيني دو لا بريزيدونس دوكا باش نجيبوها من الاخر تو سو باس دون لي كابيني دو لا بريزيدونس كاع اللي تسمى فيهم ابواق مهيكله خرطي كل شيء الحكومه كل اللي ضدها علاش باسكو بكل مدينكم الاتجاه واحد العداوه الى مؤسس الجيش اللي هي احنا قلنا ديما عمرنا لا نقبلوا انه يختل لا ديسيبلين اي لا هيارشي د لارمي اون اكسبت اون ديكابيتاسيون بار لو او مي جامي توجور بار هوريزونتال جامي بار لو فيرتيكال الجيش لازم يبقى متماسك والحوامر تمشي دونك هنا باش نقول لضباط الجيش كون ما تمرضوش على النظام هذا النظام هذا يديك من الذبيحه مع الشعب راح يدخل الشعب أضر شوف يدخل طرف من الجزائريين مع منطقة القبائل ويدخل الجزائريين مع الجيش من بعد تبقى قالوا الصحراء والمصالح نتاعو ماشي سياسة تفرق تسد سياسة دخلهم في بعضهم ودي من بعد واش حبيت دونك حذاري 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 من هذه الخطة الممنهجة تاع الأقدام البيضاء هذه ماهيش تحاليل يا جماعة هذه راهي معلومات مؤكدة مرسخة لحقنا لها عندنا أقل من 24 ساعة عبر تسجيلات مش نقولها تكستو عبر تسجيلات لاجتماعات جدو 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 خاصة هي اللي مدت التعليمات لشنقريحة كومباني باش تفهموا بلي شنقريحة ما يوزن والو غدوا يقولوا روح تروح يروح يروح ما يوزن والو ليطا ماجور ما يوزن والو زير ركبة على الخدعة دونك عناصر الجيش الوطني الشعبي قوات حفظ الامن الشعب الجزائري جاء وقت الثوره الحقيقيه ثوره من اجل الاستقلال الحقيقي من اجل القضاء على الاقدام البيضاء الى النيوكولونياليزم الاستعمار الحديث اللي حكم في الجزائر منطقه القبائل ما تطيحوش في الخطه نتاع الاقدام البيضاء القبائل جزء لا يتجزأ من الجزائر احنا الفكر نتاعنا ماسينيسيان حنا نخمو كيما ماسينيسا لافريك وز افريكا الوغ ايماجيني لالجيريا كي مي بيان سور وز الجيريان بوكل كيما راهم دونك حنا ماسينيسيين انا ماسينيسي على باز لانه واش بنا الولايات المتحده هو الفكر نتاع مونرو 1821 23 الوغ الفكر هذا موش تاعو تاع ماسينيسا بعد معركه زاما 148 قبل المسيح
comme l'Afrique aux Africains. Il est temps maintenant qu'on devienne une nation africaine kbira. Bien sûr, il parlait de l'Afrique du Nord et du Sahel et toute la zone tamazight. Il faut qu'on revienne à ça, à l'idéologie de nous, au marqueb de nous, mais le haïq est les pieds les bleus et les guides de nous. أود أن الميساج الحق للجيش الحق القوات حفظ الأمن هذا الناس حابين يديكم للذبيحة نورمال يفل فولي كيدي يعني كل غدوة الشعب ينتصر راح ندخلوا بلا ما على بالنا يعني بشكون أقل لا مانيبيولاسيون دو ماس مانيبيولاسيون بالعربية كيف يقولها والله ما على بالك كيف يقولها بالعربية نسيتها كاع لا 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 أنا شو بيلانك شو عربوفون فرانكوفون لا مانيبيولاسيون اه سي صار اساسيال لا مانيبيولاسيون دو مارس يعني تغلغ الافكار في المجتمع بطريقه سوبليمينال يعني بطريقه غير مباشره لكن تغلغل في افكار الناس هذا هو الشيء اللي قاعدين نديروا فيه وهما باش يكملوا الخطه نتاعهم قاعدين يلحيوا فيكم بالحرب اللي صايره بين الناس اللي كنتوا تسمعوهم من بكري في وسائل التواصل الاجتماعي هذا يعط في هذا دايم بحاله هذا واحد فيهم ما عنده برنامج واحد فيهم ما عنده حل هذا يسب في هذا وانا نعرف فيه ماك وانا نعرف باباك وانا نعرف اختك وبنت خالتك وبنتك وعمتك باش الشعب يتجه الى امر واحد اخر خلاص وهما يخدموا خدمتهم دونك خلقوا عدوين للشعب الجزائري عدو اول هو شطر من الشعب الجزائري منطقة القبائل عدو الثاني هو مؤسسة الجيش دونك شنقريحة هذاك اللي ربي ديجا في الزيتو التصويرة تاعو وعوج له حنكو داكور يمشي قريب كيما الكرة العرضية انكليني 22 دوغري مو جو دي شنقريحة وزات تراتر لقيت صالح كان حمار وتراتر انت بير انت قاري وتراتر دونك لي دو انت توي لو بير مي بربي ان شاء الله ينتصر الشعب الناس اللي زي شنقريحة بربي ان شاء الله حكم الاعدام يطبق فيهم لانه قانون الاعدام في الجزائر موقف تنفيذ صح لم يلغى دونك نتاع ليزيك نتمنى من الشعب يعدمهم انا اعدموني سي بازان بروبليم واحد بصح نهار تنتصر الشعب يعدمكم نتوما واللي يلحق عليه في القبر يشارعوا ويخرجوا ويحرقوا ويرجعوا رماد ما يتدفنش في ارض الطيبه المباركه اللي اسمها الجزائر جو كرو كو الميساج اي باسي سي S'il y a des précisions, parce qu'il faut que tu aies parce que oui, bien je vais le message au chef. On va aller aux élections, la constitution et le CRM. Donc, je pense que le peuple, le chef de Zahir Arwaï, le chef de Zahir Fête, le chef de Soudat, le chef de l'Alf, mais aussi le Natija. Et donc, on a appris qu'il y a un atraf, l'atraf de l'Alm, mais il y a un chef de Zahir Al-Khalab, de Syrie, de Libye, et il y a un atelier de Hamra, il y a un atelier de Hamra.